Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Geri Müslümana gerek amzaf. Kudî katlibin çünkü Kudî Teala Azze ve Celle ve ya eyyühellezîne âmenû udhulû fissilmi kâffeten ve lâ tettebi'u hutuvatışşeytân innehu lekum aduvun mubin. Kudî Teala Azze ve Celle ve tevde bu kevne dini İslam'da. Yani çünkü riyâ tamâmi peygambera ve Adem hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve hatta dünya habi dini kudu İslam. Ve men yebtegi gayrel İslami dinen insani gayri İslami dine ki seçmiş bu ki felen yukbele minhu. Kudu jvi dini kabul naki. Ve huve fil ahireti minel khasirin ev zarar edeya. Yani ennehu mukafat nabine ve ceza koy. Yecülü Kudî Teala Azze ve Celle gazi metki kanunu nizama kudî Kur'an'a kanunu nizama kudî kanuna kudî gözmere daniya Kur'an'a gerek hem gori Kur'an'ı Rabbin rûnun. Başka seçenek tınna. Çünkü Kudî Teala Azze ve Celle mesela İbrahim Halil dibeci dibe ve azib taga ve azib tala İbrahim ve Rabbahu bi kelimatin fa atammahunna. Dibe be nebira khoya Muhammed aleyhissalatu vesselam ve Kudî Teala Azze ve Celle tecrübe babi me İbrahim Halil kir ve kellefahu Kudî Teala barle kir ve khista peygamber minet tekalifi şer'iyeti ev tiştigu Kudî Teala ve ya İbrahim dini min tebliğ bıkaj insanara Nemrud ve aveta ser agir disa jdini khone ve garha. Kudî Teala Azze ve Celle goya İbrahim hara Ka'be Hacer ve İsmail ve de dena ulu ayn ulu kir. Bu İsmail jmira bu gurena aynen çugo bu gurene. Ama ab imtihane peygambara jeme grantırın masterın يخوذ تلت بقال اني جاعلوك للناس اماما خوذ تلع عز وجل جيرا قو قو يا ابراهيم امي تخنا امام يعني قدوة للناس قو انسان بير ياتا ورن ومنارا يهتدي بك الخلق وامي تخنا پيشيوان جي انسان را قو انسان بير ورن قال ربي قال ربي ذريتي ابراهيم قد قال يا ربي قال پيشيوان ناش ذريتا من بخا پيشيوان يعني ولد من ذريتا من قال لا ينال عهد الظالمين خذ تعالى قال انسان خراب خارج از اي قنج يعني اي قو خده بخازي از اي واش خما امام وخما پيشيوان ذريتا تا وخلي تعالى عز وجل دبي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس خلي تعالى عز وجل دبي أف كعبة معظم ما خست جهة إنسان بري خبيد يدا إنسان هر طوافة وي إنسان هر نزيارة وي وأمنا ما خست جهة أمنيت لي إنسان هر تيدا أمين ببن يا خلي تعالى عز وجل دبي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم أو جه قولن جيوي تيدت كفر ده شيء بويا أو مقام بابي ما إبراهيم خليلا بابي ما إبراهيم خليل وي كفر سوار دبو وك حسن صور نمز دبو بلند دبو خد تعالى عز وجل
بوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ما وصيت كر ما أمر كرج إبراهيم ولدي ورقو إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين ما قو إيقو هاتنا زيارتي وي بيتي باقج يعني تميز بكن والعاكفين والركع السجود ما أمر جواركر قوي كعبي باقش بكن جسانا ما صنم تيدا نبن وآيرية النجاسة تيدا نبي أو إنساني قلوي دي تسكني أو إنساني قلوي دي عبادتك أو إنساني قلوي دي معتكفة يعني سكنا ويدي عبادتا وإيقو الميج ديكن وكعبي باقش بهن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بابي ما إبراهيم خليل جي قو يا ربي توي كعبه بغريني جيكي أمين يعني أمنيتلي مكرم قو إنسان ورنا ويدي زررسس وغرنا مالخوا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ويا ربي نصيبك فرح طعامك خوش تبدي وا ايغو وري ودري زيارتي بيتا تا يا خد تعالى عز وجل او كعبا غو باب ما ابراهيم خليل اواد كر يقول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل جبرائيل مهندس بو بابي ما إبراهيم خليل هوستا بو ديا مهاجر و إسماعيل جي عمل بو يخوض تلا دبي وقت قوا إبراهيم خليل و إسماعيل و ديا مهاجر و آباد كرن حالو دقوت دقو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دقو يا ربي تقبل بكيج ما بخيرها و يا ربي تبي عملش بوي خوب غريني تحست كي وتدبيني وتزاني يا ربي ويا ربي واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ويا ربي تبغريني ذريتا من إنسان قنش في قبب بيشيوان جي إنسان را قو خد تعالى عز وجل هداية إنسان سردستي وابكي ذاتن بابي ما إبراهيم خليل أبو الأنبياء يعني بابي پیغمبرايا چونكو إسحاق يعني كورا كيويبو تمام پیغمبري بني إسرائيلية ذرية إسحاق محمد عليه الصلاة والسلام ذرية إسماعيل يعني بابي ما إبراهيم خليل أبو الأنبياء چار پیغمبر خارج وكدي تمام پیغمبرا ذرية وينا آدم، شیس و ادریس و نوح او هر چار بریاوینا وکی دی تمام پیغمبرا پیشتیوینا زوریتاوینا یا زوریتا اسحاقن وکا او یعقوب پیغمبر ذاتن کوری اسحاقا او پیرا نبی موسیا، نبی یوسفا، نبی داودا یعنی حتی تی نبی عیسی او زوریتا اسحاقن اما تك پیغمبره ما جنسل اسماعيل يا خود تعالى عز وجل وقت قو باب ما ابراهيم خليل او دعا كر خود تعالى عز وجل دعا و قبول كر خود تعالى عز وجل و خستا پیغمبر و جنسل ويجي خود تعالى عز وجل پیغمبر شياندن يا خود تعالى بيو من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أو إنسان نلبي دين إبراهيم خليل بي أو إنسان نلبي ريا إبراهيم خليل وا پیغمبره قو پشتیوی هاتنا إنسان بعاقل يعني إنسان نزان ندر يا إبراهيم خليل دنا إنسان قو تفكر و دشنجاوي نبي ندبي رياوي ده إلا تمام پیغمبرا د پیریاوی دنا امت واجی گره دریا وا پیغمبرا ده بل ولقد استفیناه فی الدنیا خیطلا دبی ما ابراهیم خلیل
مخسته پیغمبر پیشیوان امام و انه فی الاخره لمن المرسل لمن القانت لمن الصالحین خود طلع عز و جل به و انه فی الاخره لمن الصالحین و ما او پیغمبر ابراهیم مگرند مقربین او گونیزی کی خدایا او گوت پای ریا خدای ریا اذ قال له ربه اسلم خود طلع عز و جل گویا ابراهیم خالص مخلص بویمنا مبا قال اسلمت لرب العالمين ويا ربي ذاتا اد امر تدما اد اطاعت تدما اد البر حكم امر تحاضر يا ربي يعني نمرود وي اوت اسر اجرجي ديسا جري اخدي نبغريا يا بابي ما ابراهيم خليل ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوبا بابه ما ابراهیم خلیل قویتی حالو کر گو یا یعقوب یا اسحاق یعنی اسماعیل گو قویتی عملوا ریا خودی بمشین لکم الدین خودی تالا اسلام جوارا سچمش کر فلا متموتن الا و انتم مسلمون اول سر اسلام بمرن غیر اسلام ریکدی نگرن از دب خود تعالی عز و جل دب از قال علی بنیه ما تعبدون من بعدی یعقوب جی گوت زارو خورا گویا زارو من ونه چه عبادتی پای مرکن قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ويا بابي ما أمي دريا بابي تي إبراهيم خليل دچن ريا بابي تي إسماعيل دچن ريا بابي تي إسحاق دچن أو ريا قو إلها واحدا ريكب تني قو إسلاما قو ريا رب العالمين ونحن له مسلمون امد وری دمشنو تسلیم دین خدای بن تلک امه قد خلت یا خدای تعالی عز و جل د به اف دین ها ریجا کم گو در باس ویا گو آدم شیس ادریس نوح ابراهیم خلیل یعقوب اسحاق یعنی و پیغمبر حتی گهای محمد علیه الصلاه و السلام ریجک ریجک گو خدای تعالی عز و جل انسان را دانیا یا خدای تعالی عز و جل او ریا گو انسان را دانیا او ریا اسلامیا اما یهودیت گوتن دگو قل کونو هدن او نصارا تهتدو فله یهودیت گوتن دگو لسر یهودیتی بن یا لسر فلحتی بن هنگی ریا و راسته یا خود تعالی عز و جل دبه اون یانشن قل یا محمد بیجا بل ملت ابراهیم لپی ریا ابراهیم بن حنیفا یعنی باطلی ورن بل حقیه و وما کان من المشرکین ابراهیم یعقوب اسحاق اوانا حاشا نه یهودی بون نه فلاح بون بلکی لسر دین اسلام بون دین و اسلام بون او دین حنیف السمحة او دین خالص مخلص گوش باطلی پاقش بون لپای وی دینی بون قولو آمنا بالله و ما انزل الینا بیجن بی انپای قرآننا بیجن بی انپای محمدن بيجن بأن طير يا نبي عيسى نبي موسى وما أنزل إلى إبراهيم أم طيوين قريا إبراهيم إسحاق يعقوب و إيغو طيوة دهاتنش بيخنبرا وما أوتي موسى وعيسى بيجن أو تشتيقو خدي داية نبي عيسى قو إنجيلا داية نبي موسى قو توراتا وما أوتي النبيون من ربهم او کتاب گو خود دانا پیغمبرا لپای واریابن یا خود تعالی عز و جل
دبي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أو إنسان غير إسلامي ريسك مش بكي وهو في الآخرة من الخاسرين أو الزرر ديا جنجرك أم دوام لي دريا حق ريا مستقيم غريا پیغمبرا يا أو تشتي قو پیغمبرا جمارة دانينا قرآن جمارة آنينا Gerek ampay Kur'an ebin çünkü son kitap Kur'an'a İncil karakirin, Zebur karakirin, Tevrat karakirin, Suhuf karakirin. Dişte bu Kudret Teala Azze ve Celle son kitap Kur'an jmara muhafaza kiriya hatta roja kıyamete kesmini kare Kur'an'ı harab ki gerek ampay Kur'an ebin bu am her ne cenneti am şkode Kudret jmara azime am sarriye hak bin ام نکنه نوا شبه و باطلی ده یه خود تعالی عز و جل بره ما و زوریه تا ما ش قرآن نبهره ام دو ام نسر ریا قرآن بن خود تعالی عز و جل هدایت ایمان اسلام ش قلب مدر نخه و ام پیریا رب العالمین بن خود تعالی عز و جل ما محافظه بکی چقا تشت غیر اسلامی خدا ما محافظه بکش چقدرش ته ولاد دالین و غیر المغضوبی خدا ما نگر نجواهی و خدا غضب الواد که و چون دلالته خدا تعالا ما محافظه بکه خدا تعالا عزوجل مسر ایمان بمرنه مسر یا قرآن بمرنه مسر یا پیغمبر بمرنه سون نفس ما کلمه شهادت بخیر نصیب ما و آخر دعوان عن الحمد لله رب العالمین